إن مبدأ تحقيق التوازن ما بين المنفعة والجمال كان منطلقنا في وضع فكرة التصميم الأولية، والتي ركزت على عاملين رئيسيين. الأول هو تحقيق التوجيه المثالي لكامل الشقق بدراسة علاقتها مع الشمس والرياح، والثاني هو التنوع في نماذج ومساحات الشقق لتنسجم مع رغبة المالك. على أن التعاطي تصميمياً مع العاملين المذكورين جاء عبر توظيف مفهوم النسبة الذهبية في متتالية فيبوناتشي، والذي تم تطبيقه على واجهات البناء بتقسيماتها الرئيسية لتنتج خطوطاً مولدة للكتل. ومن هنا انطلقت عملية النحت التي خلقت عنصراً إيقاعياً عبر التدرج وتناغماً ما بين التراكب والبروز، حيث أنتج ذلك تشكيلاً نحتياً يلعب فيه الظل والنور دوراً مكملاً مع اللونين المختارين. ما بين المغلق والمفتوح كانت هناك علاقة احتواء تبرز قيمة التشكيل النحتي وإيقاعاته المختلفة.